السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ معانا محاكي محطة البترول، في محطة بترول راح نشتريها ان شاء الله. اتوقع ان هذه فور سيل للبيع. المهم بنشوف المحطة هذه ونحاول نشتري المحطة. اشترينا هالمحطة هذه ان شاء الله. بنشوف المحطة شو كيف ترتيبها وامورها، يقول لك بعد 12 ساعة. هذه المحطة بعد ما اشتريناها، يقول لك شوف لك طريق انك تدخل محطة البترول. اتوقع هذه الزبالة الاغراض هذا موديها، خلنا نشوف كيف وضعها. المهم هذه محطتنا، خلنا نعق الاغراض في الزبالة. حلو، هذه بعد مهمة حلوة خلصناها. المهم هذه محطتنا الحين بعد ما اشتريناها، محطة البترول. طبعا في البداية خبرك كيف نعقل الأغراض، ما يحتاج نوديها بالزبالة. المهم هذه محطة البترول، طبعا محطة مرة منتهية وسخة وحالته حالة. المهم شو المطلوب الحين؟ المهم خلنا نشيل الأغراض هاي عشان نقدر نطلع. طبعا يقول لك باي فيول، قام تشتري فيول، ما في بترول. شو المطلوب الحين؟ يقول لك follow the high voltage، يقول لك follow the high voltage. اتوقع ايوه كمل عشان تشغل الكهرباء اتوقع ولا شيء. turn off electron، ايوه يقول لك لازم تمر عشان تشغل الكهرباء في المحطة. المحطة الظاهر انها بندين عليهم الكهرباء. حلو، هذه الكهرباء وشغلناها على المحطة مالنا. هذه أول مرحلة وخلصناها. حلو، اوكي شو المطلوب بعد الحين؟ يقول لك يقول لك بيك اب ذا فون، نروح للهاتف تليفون، ظاهر ان فيها مكالمة وبنرجع لمحطة البترول بعدين. المهم بتكون هاي شغلتنا الجديدة طبعا، محطة. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. But luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. برايح الموقت المستعمل نسمع. يقول لك لازم تقرأ الإيميل على الكمبيوتر. شوف الإيميل على الكمبيوتر، هذا الإيميل وبس خلصنا. الحين شو المطلوب؟ ميني ادخل على ال، يقول لك شو المطلوب فيه؟ اوب نسوق هذا اللي يشيل الرمل، بقى في مكان رمل بنصير افا بترول. خلص، يقول لك فايند اواي تو ريفيول رودي، اسمها رودي. يقول لك شوف لك طريقه انك تعبيها بترول. طبعا اول شيء اتوقع ان في طريقه، هم يقولون لك وين تروح. ايوه تشيل اللي نعبي فيها البترول هذه. الحين نروح لل محطة البترول، اتوقع نعبيها بترول. اتوقع ما عندنا بترول، كيف بنعبيها؟ ما ادري. عبيناها بترول؟ المهم عبيناها بترول، خلنا نعبيها بترول هذه.
نعبي الرودي. ايوه الحين مهمتنا الله يسلمكم. شوف شوف المهمة المطلوبة نشيل الرمل الموجود هني، كان السيارات اللي توقف تعبي بترول. ايوه المهم نحاول نشيل الرمل. شلينا كمية، والله شلينا كامل ما شاء الله. حلو، يقول لك لازم تنزل الرمل في المنطقة هذه في الحفرة. حلو كبداية لين ما نعدل محطة البترول مالنا. اوكي كيف ننزل البتاع؟ ايوه اسحب عليه، ما شاء الله الشمس طلعت والله. طبعا ها صاحبنا قاعد في الرودي هذه. اتوقع الحين راح نفتتح محطة البترول. يقول لك محطة البترول الحين مغلقة، غاز ستيشن كلوزت. راح نفتتح، هذه اول مرحلة ان افتتحنا محطة البترول. نشوف شو المطلوب الحين الله يسلمكم. يقول لك ريفل يور فيول يوزك بي سي. ايوه الحين بنروح البي سي. شو المطلوب؟ ديليفر. ايوه الحين طبعا ما عندنا بترول هنا في المحطة هذه، فالبداية لازم شو تسوي؟ تشتري بترول عشان تقدر تبيع الناس اللي بتتعبي بترول بعدين. كم نشيل؟ 100. زين هم الحين عبينا. هذا اول زبون لنا ما شاء الله. يا سلام على السيارة بدون ارقام بعد، الله يسارق هذا. المهم انتظر الحين، طبعا ما عندنا بترول. باي فيول يقول لك انتظر يا طيب لين ما توصل طلبية الفيول. طلبية الفيول هاي على اليسار، طبعا باقي له 300 متر اتوقع لين ما يوصل. هذا طلبية البترول وصلت. وصلت يا سلام، انتظر انتظر طلبية واصلة. هذا وصل وصل، يعبي لنا بترول بعدين بنقدر نعبي للزوار لأي حد يبي يعبي بترول. شرف شرف يا سلام. هذا اللي بيعبينا بترول، كل مرة طبعا نطلب بترول نشتري هو اللي راح يعبي. حلو 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 كمل. خزان البترول وينه؟ ايوه هذا خزان البترول. خليه يعبي لنا بترول عشان نقدر نعبي للطيب هذا الواقف ساق. لحظة لحظة شوي بس نعبي بترول. وايد بطيء هذا، هذا كأنه مغصوب على الشغل. يلا ابوي خلص شغلك، الناس تنتظر. اشكرك والله، روح. بعد احرك شي انا ولا ما يحتاج؟ اي والله لازم احرك بعد انا عشان اقدر اعبي. المهم هذا خلص، اشكرك خلص شغلك توكل. خلنا نشوف شغلنا، نروح نعبي للطيب هذا. اوف يا ريحة المكان هذه، بالة تنظيف. اسمح لنا على التأخير. المهم خلنا نعبي له. طالب لنا طبعا الكمية المطلوبة. شوف هذا 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 بس، هذا كمية طلب. اشكرك مع السلامة، ما قصرت. اول زبون لنا الحين. شو طال لك علامة تعجب هاي؟ سكيور سكيل ان يو ويت فور هيت كوين. المهم بنشوف شو المطلوب الحين. شو السالفة هني؟ ما شاء الله في العاب هني بعد تقدر تلعب. نشوف شو سالفة الالعاب هذي. الله يسلمكم العاب هذي، اذا تفوز اتوقع تحصل 20 دولار. يلا خلنا نجرب. سؤالين شيء؟ اوف التحكم فيها صعب والله بعد. اوه لعبتنا السوالف هاي.
يعني اذا واحد ضيع وقته عند ما عنده شغله يلعب في الاماكن هذه حصل له كم دولار. والله لعبتهم حلوة بعد للتسلية. يا السلام عليك. اوب يا الساتر تعال خربطنا. يلا 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 20 دولار بعد زينة. ما بقفز بس على منتو. اوف يا ساتر. فنش يا سلام وصلنا. This complete or car raced. ما أدري عاد ربحنا ما ربحنا والله الله أعلم. المهم هذا مكان إذا بتسلى تلعب ورايا مو محتاجينه. يقول لك سير the first customer. يقول لك لا تخدم أول زبون. خدمنا أول زبون. في زبون ثاني موجود. اسمح لنا على التأخير الطيب. والله ما كنا أدري إن في حد موجود هني. شو السالفة؟ ما ادري شو السالفة بس اسمح لنا التأخير. شو خلصنا والله؟ بالغلط شلينا البترول. السموحة افا زعلوا علينا. المهم برايك زعلان والله مشكلتك هذه. المهم خلينا نشوف شو المهمة الثانية الموجودة. يقول لك باي ذا تراش. يقول لك اشتر كياس زبالة عشان ننظف البلاوي اللي طايحة هني. يا ساتر وين كياس زبالة؟ شو اشترينا كياس زبالة. كياس زبالة شو وضعها؟ ننظف البلاوي اللي طايحة هني على السريع. ننظف هذا اول كيس خلصناه. هذا الكيس الثاني بنشيل الكاس بعدين. نحمل. اوب زبون السموحة. وارجع اهم شيء الكاستمر. اهم شيء الكاستمر هذا. نسرع عملية اشكركم مع السلامة. ما قصرتوا. نشيل الكاس زبالة مرة ثانية. عبى بترول. يلا توكل على الله. خلنا نشيل كل الأغراض. كل الأغراض اللي مش مطلوبة الوصافة ننظف المنطقة هاي كاملة لأن هذا اللي بايعنا المكان. بايعنا الله يسلمكم. أيوة شيل كامل كامل لا تخلي شيء. كياس الزبالة وفي الزبالة. يا السلام. والله الشغلة متعبة الصراحة بس الواحد عيشته. كل هالأغراض لازم نفرها وننظف المنطقة. يا ساتر هذا اللي يبدأ مشروع لازم يتعب. مرة ما تخلي شيء. هذا الزبون جاي بعد. خلينا نخدم الزبون قبل ما نشوف انه يقول لك باي ابروم. بروم ما ادري شو سالفة الظاهر بروش ولا شيء. نشوف شو سالفة الروب سويب فلور. يا مرحبا يا مرحبا. هلا والله هلا هلا هلا. انا عبيك بترول. يلا توكل على الله. البروم قزتم البروش. وانا ننظف المكان اتوقع. ننظف وننظف. ايوه بدينا بالتنظيف.
طبعا جديدين على التنظيف صراحة، يبان وقت لي أنا أتعلم. بعد تنظف المنطقة كاملة، أتوقع نظفنا المكان. حلو، نظفنا المكان كامل. يا سلام، هذا المكان مش قبل. أوه بسمح لنا، أبي بترول الطيب هذا. والله الشغلة صراحة مربحة والناس تعبي. يلا شكرا. يقول لك اوردر جاربج، اتوقع لازم اسوي طلبية عشان يشيلون الزبالة. ايوه سوينا طلبية. هاش السالفة هذا؟ يقول لك هذا اللي يرسم على على الطوف على الجدار. يقول لك لا متوقفه، ولا بير، المهم لا متوقف هالحبيب، ما تخلي النساء بي وقف، ما تخرب، ما تخرب. من المشاغبين فلازم تضربه عشان ما يخرب عليك ال. تعال وقف، وقف، قب منك سود الوي. كاستمر ويا هذا، اتوقع ما الزبايل. هلا 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 والله، شيل شيل زبايل. انا اشوف الكاستمر الموجود هنا، خلنا نعبي له. ما شاء الله هذا يبي يعبي، عبى وايد الصراحة هذا. يلا اشكرك. وين ابو الزبايل؟ هاي الطيب. ايوه اشكرك، شيل الزباله، اسمح لنا على على الوساخ والبلاوي الموجوده. نصبغ المحطه هذه، خلنا نشوف ال. ايوه يبان الصبغ. اوكي هذا اللي بنصبغ فيه البيت، المحطه هذه. المهم لفت شفت، طبعا هني يقول لك شو اللون اللي تبيه. بنحاول نصبغ البيت، الله يسلمكم. نصبغه ونصبغ الطوبة اللون هذا. كيف اثبت الحين؟ انا بثبت. ايوه لازم اثبت المكان. يلا يلا يلا، ايوه عرفنا كيف نصبغ الحين. حلو حلو حلو، كمل 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 كمل. يا سلام يا سلام، شو اللون مضبوط ولا والله نغير؟ انا اشوف اللون حلو الصراحة، اللون ما عليه كلام. ما شاء الله صرنا خبيرين صراحة في التصبيغ، مية مية صراحة. ايوه روح هاي الستيشن، هذه المحطة بتكون مضبوطة. صباغ صباغ، اي ما حد بيصبغلك. شو رايكم في اللون؟ شو رايكم في اللون؟ صراحة ما عليك كلام اللون. خلينا نكمل. ايوه اطراف الاعمدة هذه نحاول نسويها بلون ثاني، ونستعمل هذا. لازم يكون في لون واضح شوي غير اللون الموجود اللي صبغناه قبل. شوف ايوه معقول اللون صراحة. خلنا نعتمد اللون على الأعمدة هذه الموجودة. لازم يكون شيء كتغيير يعني، مش نفس اللون كامل. لا تدعمنا يا سنصبق. طيب منك وصلت ويا سيارتك هذي، اتوقع بتعبي انت 10 دولار، ما اعتقد اكثر من 10 تشيل هذي. لا والله بيعبي وايد، اشكرك والله. يلا توكل على الله. تبيع سيارة؟ طيب
الطرف الفوق هذا نحاول نصبغه بشكل بلون شوي اغمق، يكون لون اغمق شوية. نشوف كيف شكله، يعني اقول خلنا نكمل عليه. خلنا نكمل المنطقة هذه بعد. والله المفروض كان لون ثاني يكون فاتح. المهم خلنا نشوف الكاستمر كم محتاج. الكاستمر يا مرحبا، لا لا سيارة حلوة الصراحة. زين اسمحوا لنا، البترول خلص. هنروح نسوي طلبية بترول. نروح نسوي طلبية بترول غاز ستيشن، ونطلب هالمرة الله يسلمكم. عندنا 500 600، عندنا 200. يلا يلا عب عب بنزين. ها يمشي تحت السيارة مقلتش. هوب مقلتش تحت السيارة. شو كيف يطلع؟ يا السلام عليك. المهم تعب بترولنا، صاحبنا ينتظر عند المحطة. شوف يعبي بترول، يعبي يا السلام، عبى فل. حلو خلنا نعبي لك الحين. يلا باقي لنا 190 لتر. المهم الحين طالب منا نصبغ داخل المحطة. الله يسلمك مرة. صبغ نشوف الأبيض، شوف الصبغ الأبيض كيف داخل. الظهر انه بنصبغ اللون الأبيض أحلى. نعم أحلى شيء. أتوقع أن صبغنا كامل المكان. حتى هاي بعد نصبغها ولا ايش؟ لا ما نقدر نصبغها. المهم في عندنا لوحة، لوحة بنحطيها مرة ورانا على طول. السلام مكانها حلو. يقول لك اشتر 2 من شيلفز. شيلفز شو هذا الشيلفز؟ راح نشوف الشيلفز. شيلفز اتوقع الرفوف داخل المحل. اختار لك عندك كبير ولا صغير تبي؟ هذا صغير مؤقت، وهذا صغير مؤقت. اوكي بليس. يقول لك بليس توش حط، لازم تركب اللي شريته. شرينا احد مشروبات نحطي. وين انا ابيع؟ ايوه خليني عشان ما حد يسرقنا. ما رفيع المنطقة هذه. خلنا نحط الثاني. مر عند بعض. يقول لك الحين الله يسلمك لازم تشتري باركنات. الباركنات شو الباركن؟ في البداية قبل ما تشتري الباركن يقول لك لازم تشيل الرمل هذا. حلو مرة تشيل الرمل. اوب سيدي اسمح لنا تأخرنا عليك. خلنا نعبي لك بترول. يلا توكل على الله كل شيء سليم في المنطقة هذه. المهم خلنا نشيل الرمل هذا. عشان نقدر نبني الباركنات ننزل الرمل. الحين اتوقع ان نقدر نبني. وقف هني مكانك.
محتاجينك، نروح تسوينا باركنات عشان الناس تقدر تتبرك وتشتري من المحل. حلو، شرينا الباركن. هذا شرينا الباركن، الناس الحين تقدر تدخل تشتري. خلنا نشوف الحبيب هذا جاي عبي بترول كم لتر عندنا؟ 163 لحد الآن، أمورنا طيبة. ما يحتاج نشتري. answer the phone، يقولك سي خوكس. خلنا نخدم صاحبنا أول شي، أبي البترول. يلا تفكر. نشوف التليفون. Hello. I see the business is doing well. I'm calling to congratulate you on successfully getting off the ground. يقول الشغل مرة ماشي عندنا. But you can't run a business on fuel alone. I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. Time to talk. يقول ما تدير المحل هذا، بس تبيع بترول بنزين. لازم تشوف لك. هوب، يا سلام، بدينا التجارة. هلا هلا، تفضل تفضل تفضل، اشتر. هذا مبركن سيارته، المبركنات اللي جهزناها. تعال انت، مش محطين هاي بتفجر الناس. خليك هني. المهم شوف صاحبنا شو بيشتري. اوكي حلو، يعلمك كيف. ايوه، شو مشتري صاحبنا. اوكي، نو نو نو، بالغلط بالغلط كنسلنا. اوف، زعل منه. بالغلط كنسلنا. طيب تعال، ما هو عبيل هذا اللي يزعل علينا بعد. كنسلنا طلبيته مسكين. اوه، هذا اللي يهرن. اصبر، طيب ما تقدر تلف هذا، لف وخلاص انتهى الموضوع. اه، شعلكم. اوه، هذا مسوي زحمة، اسمحوا لنا. تعالوا تعالوا، خلهم يشترون، بنحاسبهم. قبل شي حسبنا واحد غلط. يا سلام يا سلام، كثر كثر. اشكرك والله، ما قصرت، توكل على الله، توكل في غيرك. الشغل ماشي صراحة. يا سلام يا سلام يا سلام، الشغل ماشي. قصرت. يا سلام صراحة، بعد هذا الصراحة يخوف شكله، كأنه جاي يسرقنا. طيب، خلنا ننظف المكان. أهم شيء هذا صاحبنا لا يزال علينا يكسر المكان. أشكرك والله، توكل على الله. يلا بعناك خلاص، خلنا نروح نحاسب صاحبنا كاستمر عبيل بترول. يلا توكل على الله. المهم نكتفي في المهمات هذه إلى اليوم. صراحة نظفنا وعدلنا وصبغنا، سوينا باركنات كل شيء، الحين محتاجين راحة. يلا نشوفكم في يوم ثاني ومهمات ثانية. لا تنسونا من لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا عن خاطر هذا بنعبيه البترول، ما بنخليه.
job. يلا توكل على الله.